دي دي جيبي ديا لهون. يلا ديا انتبه. يلا ديا، انت الوحيدة يلي فيك تذكري امك بكل شي صار وحياتك، واصلا ما حدا غيرك بيقدر يشفيها. بس انت يلا اديتي ديفيا، رح تعرف ديا هلا؟ ايه رح تعرفها، بعد كل شي صار مع ديفيا اكيد رح تعرفها. يلا امشي لبرا. يلا انت رجعتي ديفيا اللي منحبها كلنا. شو يا عمري انت روقتي هلا؟ ليلي روقتي هلا؟ ها؟ روقتي يا صغيرة؟ بتعرفي انك بنت حلوة كتير يا روحي انت ديفيا؟ ما بيصير هيك، كيف بتتركوا بنت بهذا العمر لحالها؟ كانت عم تبكي كتير، بركي تأذيت. حبيبتي انت ما في داعي تخافي ابدا. ليكي ما عرفتها، شوفي هاي بابا وماما. أبوك وأمك هون يا حياتي، أنت لازم تكوني مبسوطة هلا، صح؟ شبك؟ أختي أنت شو اللي عم تقولي؟ هي بنتك وأنت أمها أختي ديفيا. أنت شو اللي كنت عم تقولي؟ أنت شو عم تقولي؟ هي بنتك ديا، بنتك ديا. انت خاطرتي بحياتك لحتى تجيبي هالبنت على الدنيا. ايه انت خاطرتي بحياتك بس مشان تجيبيها، وانا وياكي اتخانقنا لانه كان بدك تجيبيها. بترجاكي حاولي تتذكري شيء ديفيا، انت بتكوني مرتي، حاولي تتذكري شيء على القليله مشان بنتك ديا. دقيقه بس، لك انت اختي ديفيا شو صار لك؟ اختي ديفيا شو اللي عم يصير معي؟
ايه سيد دافال، انا عم احكي معك من شركة سينج، بس كان بدي اكد عليك مشان مقابلة اليوم الساعة 12. شكرا. طبعا السيد امار رح يكون موجود. السيد بارات؟ لا لا، السيد بارات ما بيقدر يعمل هيك مقابلة، قصدي بدون السيد امار سينج المقابلة ما رح تكمل، لأنه السيد بارات ما عنده السلطة ليعمل هيك شيء، وممكن السيد أمار سينج رح ينزعج منكم إذا عمل المقابلة. أنا قصدي الشركة هلأ بإدارة السيد أمار سينج مو بارات. السيد أمار سينج جاهز ورح يوصل على الوقت أكيد. شكراً. السيد أمار سينج خلاص ما رح يوصل. أنا رح فرجيك. هدول تقارير ديفيا؟ إيه. في تحسن بحالتها ابني؟ صحة ديفيا تدهورت بفترة قصيرة كتير. الدكتورة ما توقعت هيك شيء. أمار نحنا ما لازم نفوت أي فرصة قدامنا. ديفيا لازم تروح بسرعة لعند دكتور مختص، أكيد في دكتور مشهور ما بيضر إنه ناخد رأي حدا تاني. أي أمار، أمار نحنا ما لازم نضيع الوقت يلي عم بيمر، لأنه ديفيا بهالحالة لازم تشوف أكتر من دكتور لحتى تتحسن. خالتي أنت معك حق، نحنا ما لازم نعتمد على دكتور واحد وبس. منشوف. بعرفك، أنا بارات سينج المدير التنفيذي. الجاكيت. شكرا. طالع حلو كتير، هن رح ينبهروا كتير بس يشوفوك. ابني بجنن وموهوب كتير. هي المقابلة كبيرة ورح تكون مهمة. انت حاسة اني رح انجح؟ طبعا ابني، المقابلة رح تكون منيحة كتير، بس اذا ما حدا حاول انه يخربها حتى تروح عليك هيك فرصة. يخربها؟ مين رح يحاول يخرب لي المقابلة؟ انت ما بتعرف ابني، انا اشتغلت بالشركة وقضيت كل حياتي فيها، واحيانا الاخوات بيصيروا اعداء، وانت اللي عندك اخ.